سلام الله عليكم حبيباتي، وأهلا بكم مجددا في قناتكم عالم سهام. خلطة اليوم هي عبارة عن وصفة سهلة جدا مجربة ولها نتائج سحرية على مستوى تفتيح لون البشرة، إزالة الرؤوس السوداء، علاج البثور وشد البشرة في آن واحد. فمن منا لا تعاني من مشكل من هذه المشاكل المذكورة أو نعاني منها جميعا، ونبحث عن حل سهل وطبيعي دون اللجوء لمستحضرات تجميلية غالية الثمن وغير مضمونة الفعالية، سواء لتبييض الوجه وتخليصك من البثور والحبوب، كذلك شد الوجه وإزالة الرؤوس السوداء بفعالية. ولحل هذه المشاكل سأشارك معكم وصفة جميلة جدا مجربة 100%، فتابعي معي الفيديو للآخر لتستفيدي منها. سنحتاج في خلطة تفتيح لون البشرة وشد الوجه وكذلك إزالة الرؤوس السوداء لليوم إلى بياض بيضة واحدة. فبياض البيض يزيد من مرونة الجلد، حيث أن البروتين الموجود فيه يعطي للجلد ملمس ناعم، كما أنه يحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والعميقة أيضا بسبب مفعوله الكبير في شد الجلد، وهو يؤخر علامات الشيخوخة. أيضا بياض البيض يساعدك جدا على التخلص من الرؤوس السوداء، فهو يشد مسامات البشرة وينظفها ويمتص الزيوت من البشرة، مما يساعدك على التخلص من الرؤوس السوداء بسرعة. بياض البيض يحارب حب الشباب ويزيل آثاره، فتعد الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية هي الأساس في تكون حب الشباب، كما أنه رائع جدا للتخلص من آثار الحبوب والبثور على البشرة. وكما سبق وذكرت فإنه يشد ويصغر المسامات الكبيرة، فله خصائص قابضة للمسامات الواسعة حيث يضيقها ويشد الجلد. سنحتاج أيضا إلى الليمون الحامض، والذي يمكننا تعويضه بالبرتقال إذا كنتم تعانون من بشرة حساسة. فالحامض أو الليمون يفتح لون البشرة ويزيد من نضارتها، يعالج الالتهابات الجلدية ويعالج بشرة الوجه من حب الشباب ويصفيها، كما أنه يساعدك في التخلص من تجاعيد الوجه الدقيقة والعميقة ويزيد من مرونة الجلد. الليمون أيضا يقضي على اصفرار الوجه وشحوب البشرة ويعالج البشرة من التلف ويخلصها من السموم. ولتحضير خلطة تفتيح لون البشرة، إزالة الرؤوس السوداء، علاج البثور وشد البشرة في آن واحد، سنأخذ بياض البيضة ونضيف إليه عصير نصف ليمونة حامضة أو مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الحامض أو عصير البرتقال. نقوم بدمج العنصرين معا إلى أن يتجانسا. نغسل وجهنا جيدا بالماء الدافئ ونقوم بتجفيفه، ثم نطبق الخلطة على الوجه بواسطة فرشاة مكياج أو بواسطة قطنة. نتركها على الوجه إلى أن تجف، ثم نعيد عمل طبقة ثانية من جديد، نتركها إلى أن تجف مرة ثانية، ثم نشطف الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد. تستعمل خلطة تفتيح لون البشرة شد تجاعيد الوجه وأيضا إزالة البثور والحبوب من الوجه هذه 3 مرات بالأسبوع، وتساعد هذه الوصفة على شد البشرة وتصفيتها، كذلك التخلص من الرؤوس السوداء بفعالية. أتمنى أن يعجبكم فيديو اليوم. لا تنسوا حبيباتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك وأن تشتركوا بالقناة إذا كنتم غير مشتركين لتتوصلوا بكل جديد من الخلطات المجربة والمضمونة. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.